بعث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بمناسبة حلول الذكرى 71 لثورة يوليو المجيدة. وعبر مدبولي في برقيته عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدا أنها ستظل حاضرة في وجدان الشعب المصري بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عن خالص تعازي مصر للجزائر حكومة وشعبا إثر الحادث المروري المأساوي الذي شهدته ولاية تمن الراست والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. ونقل المتحدث باسم الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، كما أكد على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب دولة الجزائر الشقيقة في هذا المصاب الأليم. صرح وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في مختلف مجالات قطاع الطيران المدني والتي تستهدف التوسع في تطوير الخدمات والمرافق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية. وأضاف عباس أن خطة التطوير والتحديث التي شهدتها المطارات المصرية خلال الفترة الماضية وانضمام مطارات جديدة إلى القطاع ساهمت بشكل كبير في جذب العديد من شركات الطيران العالمية، خاصة في ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة على السوق. طالبت الرئاسة الأوكرانية بضرورة الحصول على 80 مقاتلة F-16 لتسريع الهجوم المضاد. وقالت أوكرانيا إن روسيا تستهدف عمدا مستودعات الحبوب والبنية التحتية في ميناء أوديسا، مما أسفر عن تدمير 60,000 طن من الحبوب وفق تصريحات لوزير الزراعة الأوكراني. قال موقع ذا أتلتيك إن الأهلي السعودي توصل الاتفاق النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي لضم رياض محرز. وأضاف ذا أتلتيك أن الأهلي وافق على دفع 35 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كحوافز. ووفقا للتقرير فإن النجم الجزائري سيرتدي قميص الأهلي السعودي لمدة 3 مواسم مع إمكانية التجديد لعام رابع إضافي.